الشارع بصراحة ضرب الشفا زيفة وخضر الزعلون أكمل خضر مبنى الشفا استهداف مباشر لمستشفى الغارات التي اقتربت منه وأيضا في داخله وأيضا القصف المدفعي إضافة أيضا إلى الطلقات النارية التي يعني نسمعها بوضوح وتصيب بين الفينة والأخرى أقسام هذا المتفحين الفلسطينيين وخاصة هو لا يبعد عن منزله يعني أمطار معدومة الآن تحاصر المستشفى من كل الاتجاهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والآن الدبابات نحن نشاهدها 14 هابط أصدروا هذا ما جرى لم يتوقف أيضا أصوات الانفجارات الضخمة التي تهز أيضا هذه الأبنية التي نتواجد داخلها من 30 دبابة تحيط بهذا المبنى أنا ولا أشاهد أمامي من الجهة الشمالية تحديدا على الأقل أمامي 7 دبابات نقل الجيش الإسرائيلي هذا المكان وانسحب منه المواطنون في هذه اللحظات.